المشروع لا يخفى على احد ان كان الهدف منه هو افشال هذا العمل وهذه التضحيات واعاده ليبيا ليس للمربع الاول وانما الى اسوا مما كانت عليه، وذلك بحكم فرد مجموعه من العصابات وهذا شهدناه في اعمالهم الهمجيه التي عانيناها وشاهدتموها كلكم خلال السنه وما يزيد على السنه من الفتره الماضيه. بارك الله فيكم على جهودكم، انتم كنتم سباقين في المراحل قبل الحرب وكانت عندكم جهود كبيره في جمع المناطق في المنطقه الغربيه وفي توضيح ان هناك حرب قادمه وان يعني يجب ان نعمل سويا على ايقاف هذه الحرب لان تداعيات هذه الحرب ستطال الجميع وسنخسر مزيد من الانفس ونخسر مزيد من روابطنا وعلاقاتنا الاجتماعيه ونخسر ما تحقق من الامن بجهود يعني ليست سهله. هذا كان واضح لنا وليكم، وبالتالي كان هناك عمل وعده لقاءات ومجهودات من الخيرين، ونحن دائما نشيد بهذه الجهود التي كانت تسعى الى وقف الحرب والى وقف تداعياتها على المجتمع الليبي عامه وعلى المنطقه الغربيه بصفه خاصه. وقلنا دائما ننبه ونكرر ان المنطقه الغربيه عانت بما يكفي من النزاعات الاهليه، وبالتالي يعني هي في حاجه الى لملمه الصفوف والى توحيد الكلمه والى التعاون جميعا لتحقيق الامن والى اعاده اللحمه الاجتماعيه. الحمد لله وفقنا الله وتم دحر هذا العدوان، ولكن بثمن باهظ دفعات المنطقه الغربيه سيلقي بظلالها خلال السنوات ربما العقود القادمه وليس السنوات القادمه، ويضاف الى ما عانته سابقا، وهذا كله بسبب اطماع يعني افراد واهواء دول. من المؤسف انها دول عربيه، يعني كان المتوقع منها ان يعني تمد يد العون لليبيا في محنتها التي مرت بها بسبب التغيير، وان تعمل على تحقيق التعاون فيما بينها دول الجوار على لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وان يكون لها دور بناء ودور ايجابي في تحقيق المصالحه بين الليبيين، ولكن للاسف اتخذت منحى اخر و أصبحت داعمة لأطراف عندها نزعة انقلابية ونزعة سلطوية لا تخفى على أحد. الآن هذا الانتصار لم يكتمل بعد، زي ما قلنا رغم أنه كان ثمنه باهظ جدا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني. ويكتمل الانتصار حقيقة في توحيد ليبيا وفي تحقيق أهداف الثورة التي انطلقت في 17 فبراير، وهو إقرار مشروع الدستور والانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، يكون عندنا رئيس منتخب ويكون عندنا برلمان منتخب وحكومة مستقرة. هذا هو الهدف الأسمى. لا زالت المرحلة صعبة، يعني دوركم ربما في المرحلة القادمة سيكون أكثر صعوبة من حتى من المراحل السابقة، لأن المرحلة السابقة كانت جهودكم المباركة كلها منصبة ضمن المنطقة الغربية وكيفية توحيدها وكيفية نزع الفتن من بينها وتوعية الجميع بالمخاطر، ولكن طبعا كان تأثير المال الفاسد وتأثير التدخلات اللي استخدمت فيها كل الوسائل والعقول الضعيفة والإعلام المضلل اللي يسوق ويدغدغ مشاعر الناس بأن يعني سيكون تحقيق الأمن والسلطة وتوفير السيولة وإلى آخره. كانت جهودكم لم تذهب هباء حقيقة الأمر، لأنها ساهمت بشكل كبير في تجنيب العديد من مناطق غرب ليبيا هذه الفتنة.
يعني لولا فضل الله ومجهودكم المباركة ربما كانت انتشرت آثار هذه الحرب في مناطق أوسع في غرب ليبيا وضمت مجموعات أكثر وكانت الخسائر أكبر، ولكن الحمد لله تم توحيد صفوف العديد من المدن واللي كان لها تأثير كبير في كبح جماح هذه المجموعات المعتدية وكبح هذه الجماعات والعصابات الإجرامية، وأن حتى يعني الحد إلى بشكل كبير من تداعيات والآثار السلبية لهذه الحرب. مهمة أمامكم الآن هي في جهود مع باقي مدن وقبائل ليبيا وبالتأكيد أنتم تابعتوا في اليومين الماضيين تصريحات الرئيس المصري والتي كانت صادمة للمجتمع الليبي. كنا نتوقع من مصر يعني الشقيق الأكبر مصر اللي كان لها دور تاريخي ليس في ليبيا فقط وإنما في كل الوطن العربي في نهضة الوطن العربي ومن بينهم ليبيا، لا أحد ينكر هذا الدور اللي كان لمصر في كل المجالات. كنا نتوقع يعني بعد هذه التجربة والتي أثبتت فشلها وهي يعني حكم الفرد وإعادة ليبيا للديكتاتورية تبت فشلها، كنا نتوقع أن تكون هناك سياسة مغايرة وأن تتجه إلى تعاون بناء واستخدام هذا النفوذ وهذه العلاقات سواء بالقبائل أو بالشخصيات في المنطقة الشرقية لتحقيق الاستقرار لدم شمل الليبيين وتقريبهم تقريب وجهات نظرهم للوصول إلى حل سياسي، ولكن للأسف سمعنا عن استخدام القبائل وتدريب أبنائها وتسليحهم ضد من يعني ليبيا لا تتعرض لغزو خارجي وإنما ضد بعضهم البعض، وهذا طبعا شيء محزن نسمع هذا الكلام من مصر اللي هي يعني أكبر دولة عربية وهي الدولة الجار التي يعني نتوقع منها أن تكون مصدر استقرار، ويوصف هذا بحجة أن يعني حكومة الوفاق أو الجانب المؤيد للوفاق هو عبارة عن مجموعات إخوانية وإرهابية تشكل خطر على حدود مصر، وهذا طبعا يعني كلام بعيد كل البعد عن الواقع وعن المنطق، لأن يعني وكأن كل من موجود في غرب ليبيا هم إرهابيون، يعني طبعا وصفنا بالإرهاب وصفنا بالخوارج وصفنا بالإخوان وصفنا بالعصابات الإجرامية والميليشيات وكل أنواع النعوت والأوصاف، فهذا يعني شيء خطير جدا يعني يدخل محاولات إدخال ليبيا في صراع يعني يعطى بعد جهوي وبعد قبلي حتى يعني يتم تدمير ما تبقى من نسيج اجتماعي ويتم تدمير ما تبقى من اقتصاد، و يعني يعلم الله من وراء هذه المخططات يعني الشيطانية، هذه ليست أشياء مصادفة وإنما هي مخططات بعيدة المدى لإغراق ليبيا في مزيد من الفوضى ومزيد من الدمار وإغراقها في الفقر والاستدانة حتى تصبح دولة عاجزة وفاشلة بالمعنى الحقيقي. ولهذا على جميع الليبيين يعني في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا في أي مكان وخاصة من الأخيار، لأن هذا الدور لن يقوم به كل المواطن، قم به دائما مجموعة معينة من مهمتهم الأساسية الآن هي توحيد رؤية واتجاه المدن والقبائل في كل ليبيا وتبصيرهم بمخاطر ما يحاك ضدهم من مؤامرات. الحقيقة هي هذه ما نسمع عن خطوط حمر ومسميات أخرى هو تكريس لتقسيم ليبيا. في حقيقة الأمر نحن لا نبحث عن حلول سياسية، لأن ما حدث في ليبيا وما يحدث ليس هناك تنازع على الحدود يعني بين يكون سرت خط أحمر أو مثلا بعد سرت قبل أو على القربولي أو على أي منطقة،
ليس هناك نزاع بدولي بين فئات من الليبيين، وإنما هناك نزاع بين فئة تريد أن تحكم بالقوة السلاح، ومجتمع يريد أن يعيش مثل بقية دول العالم بطريقة سهلة. المنصب الحاكم أو الرئيس هو عبارة عن موظف رفيع المستوى يتم الوصول إليه وإلى باقي الوظائف بطريقة مقننة وفق الدستور والقوانين، ويتم تغييره بطرق سلمية. هذا طبعا المبدأ هذا مرفوض لأغراض متعددة. فالحقيقة يعني يجب التبصير بأن هذا الخطر، خطر التقسيم، يعني في حالة يعني تنفيذ هذه المخططات ونجاح لا قدر الله في تنفيذ هذه المخططات، سيتم تكريس أمر واقع في ليبيا يعني يستمر سنة بعد أخرى بدون وجود البحث والجري وراء السراب وراء حلول مقترحة. كل مرة يطلعون بالمقترح تشمل فيه عدة فئات، واللي طالت زمن هذه المأساة وعندها يقبل الجميع بالمر وهو التقسيم، يصبح أمر واقع ويصبح أمر مقبول، ونحن هذا ما نراه في الأفق، وهذا ما يليقه الداعمون لهذا المشروع بعد ما فشلوا في الخطة الأولى وهي السيطرة على كل دولة ومقوماتها بقوة السلاح. في السابق لما كان بعض الخبراء وبعض المفكرين يطرح ويعني ربما ليبيا تمر بمرحلة من التقسيم، كنا نستهجن هذا ونراه شيء لا يمكن تحقيقه ونراه شيء مستحيل أي فئة من الليبيين يفكروا فيه، ولكن بعد هذه السنوات وبعد هذه المغامرات أصبحنا نرى هذه الأشياء يعني قد تكون قاب قوسين أو أدنى إذا لم يستفيق كل الليبيين، كل الموضوع يشمل الكل ليس أحد، ويعني يسارعوا إلى توحيد صفوفهم. وزي ما قلنا نحن لا نبحث عن حلول، إحنا عندنا مشروع دستور، وهذه الخطة اللي ماشيين فيها الليبيين للأسف فشل مؤتمر الوطن العام وبعدها مجلس النواب فشل ذريع، وفشلت لجنة الستين في قرار الدستور إلا بعد صراعات وطعونات، يعني خاضوا صراعات فيما بينهم في تحقيق في نظرتهم الضيقة لمصالحهم الكل كل مع بعض، وفشلوا إلى الآن في طرح هذا المشروع دستور الاستفتائي. إذا كان حتى هناك يعني مواد لا ترضي بعض الفئات يمكن تغييرها وإرضاءهم للم شمل الليبيين، وفي هذه الحالة يعني يبدأ في طرح نظريات أخرى، النظريات الأخرى هذه تطيل زمن الأزمة ولا تحلها، وزي ما قلنا تكرس أمر واقع ويصبح الانفصال هذا والتقسيم أمر واقع. وهناك دول لعشرات السنين مقسمة ولو تحظى باعتراف جزئي من بعض الدول، ومع هذا أصبحت أمر واقع. ونسأل الله أن لا تمر ليبيا بهذه المرحلة، وأن يجمع الله شمل الليبيين ويوحد كلمتهم، وبالتالي هذا يعني مهمتكم وهي مهمة يعني جهاد حقيقة لتوحيد الوطن. سمعنا ببعض المبادرات من هنا وهناك، وأي مبادرة سلمية من الممكن مناقشتها وتنقيحها وتعديلها للوصول إلى مرحلة يكون الغرض منها دائما يكون الهدف هو إجراء انتخابات وإقرار دستور وإجراء انتخابات تكون انتخابات نزيهة، وهي الطريق إلى توحيد الليبيين وإلى وجود رئيس وحكومة رئيس منتخب وبرلمان منتخب وحكومة تكون عندها الشرعية منبثقة من الشعب، حكومة ورئيس وبرلمان يمكن أن يحاسب إذا أخطأ ويمكن تغييره حتى إذا كان لم يخطئ بعد فترة زمنية بطريقة سلمية. هذا هو كل الهدف، وهذا ما هو في ما نشاهده الآن. العالم أصبح قرية صغيرة، ما نشاهده في العديد من الدول، وكيف نتجاوز مرحلة الصراعات المسلحة للسيطرة للوصول إلى الحكم. بارك الله فيكم مجددا على جهودكم، وأسمع منكم إذا كان عندكم أي استفسارات أو أسئلة.